مرحبا بكم أصدقاء المشاهدين متابعين لعب 12 والشرقية، حلقة جديدة، متابعة مهمة بعد فاصل قصير، ظلوا ويانا. الحديث الأهم الدوري وآليته، شكل الدوري، وضع الدوري. ويوم أمس كان اكو اجتماع تنسيقي بين الأندية المنضوية تحت اسم الدوري العراقي الممتاز. بعض هذه الأندية اجتمعت بحضور الأندية الكبيرة والمؤثرة الجماهيرية. الزهراء موجود، جوية موجود، الطلبة موجود، الشرطة موجود، النجف، الميناء، الكهرباء، أمانة بغداد كانت موجودة بهذا الاجتماع التنسيقي اللي عقد برعاية نادي الشرطة، وصار به كلام كثير وتفاصيل كثيرة. اليوم راح نحاول نعرف كل هذه الأمور وشرعية ما طرح وطريقة انتهاء الأزمة، أزمة شكل الدوري، ويا ريت تكون طريقة طويلة الأمد، مو كل سنة احنا هذا وضعنا. خلينا نتابع أول التقارير مع زيد السراج. بعد أن كانت الآراء مقترحات تقدم إلى اتحاد كرة القدم من قبل الأندية المشاركة في الدوري الممتاز، أصبح الوضع اليوم مختلفا جدا بعد اجتماع غير مسبوق من قبل ممثلي 13 ناديا دعت إليه إدارة الشرطة، وذلك عبر مجلس تنسيقي للتشاور واتخاذ القرارات المهمة من أجل تقديمها إلى اتحاد كرة القدم، وذلك للتعبير عن الرفض الواضح والصريح بمشاركة 28 فريقا من خلال نظام المجموعات، والتشبث بإقامة الدوري بمشاركة 20 فريقا فقط وبنظامه العام. خطوة جريئة من هذه الأندية، والتي أكدت أن الانسحاب سيكون البديل القادم إن لم يوافق الاتحاد على هذا المقترح، خصوصا وأن هذه الأندية متهمة بالتقصير في جانب البنية التحتية، فلا ضير إن عملت خلال هذه الشهور القادمة من أجل إعمار منشآتها الرياضية. في ذات الوقت كان هنالك كلام ما بين السطور يؤكد دعم هذه الأندية لمن هو داخل الاتحاد ويتشابه في الرأي معهم، مما يبين أن هنالك تحالفات انتخابية ربما سترى النور قريبا أو يستنتجها الإعلام من خلال تقارب الآراء والتي تتماشى مع وجهة النظر للأندية، وما بين مد الأندية الكبير وجزر الاتحاد الواضح. لا زالت سفن المسابقة لم تنطلق بعد، وتنتظر هدوء الأمواج حتى تبحر بسلام. من بغداد للاعب 12 زيد السراج. سيناريوهات كثيرة اللي صارت واللي ممكن تصير. احنا الى الان يعني ينضم الينا السيد علي جبار او السيد شاكر الجمهوري امين سر الهيئه الاداريه لنادي الزوراء، السيد علي جبار رئيس لجنه المسابقات المتواجد بملعب كربلاء بعد اقل من ساعه تنطلق مباراه العراق وسوريا. ف نحكي شويه على السيناريوهات المحتمله. السيناريو الاول اللي يريد رئيس الاتحاد وبعض نوابه دوري من مجموعتين 26 فريق وفي غايات انتخابيه واضحه، ودوري عام من 20 فريق يطالب به السيد علي جبار رئيس المسابقات وايضا بغايات انتخابيه واضحه. يعني الاثنين يريدون يكسبون اصوات. الان الثقل على اليمن على الانديه. الانديه ورؤسائها هم المطالبون بموقف حقيقي، موقف ثابت، موقف قوي. هذه الأندية اجتمعت يوم أمس، نسقت المواقف مع بعض وخرجوا ببيان، البيان بالإصرار على دوري من 20 فريق مثل رأي لجنة المسابقات، التهديد بالانسحاب الجماعي من الدوري العراقي إذا ما عاد الدوري العراقي لمجموعتين 26 فريق، وأيضا إمكانية إقامة دوري خاص بهذه الأندية بعيدا عن مظلة اتحاد كرة القدم. خلينا نشوف
واحد من الآراء المهمة رأي نادي الزوراء، النادي الكبير صاحب الشعبية صاحب الجماهيرية وصاحب أكبر عدد ألقاب بدور عراقي ممثلة بالسيد شاكر الجبوري أمين سر الهيئة الإدارية لنادي الزوراء. سيد شاكر مرحبا بك باللاعب 12 ومرحبا بك بالشرقية، شكرا دائما على حضورك ويانا اليوم. مرحبتين أخوي العزيز. الله يسلمك سيد شاكر. اليوم رأي نادي الزوراء بالتأكيد رأي ثقيل، رأي مهم ومؤثر. أمس كان الزوراء ممثلا بسيد فلاح حسن حاضر الاجتماع التنسيقي، وهذا الاجتماع التنسيقي خرج ببعض يعني ببعض النقاط المهمة، أولها الإصرار على موقف موحد بإقامة دوري من 20 فريق. بكل صراحة هذا الكلام سمعناه من عندكم أنتم كأندية من الزوراء وغير الزوراء، سمعناه من عندكم هواية وما تنفذ من عنده. كل ما الاتحاد يريد يسوي دوري مجاميع الاتحاد يسوي، وكل ما يريد يسوي دوري عام الاتحاد يسوي، كلام الأندية ما كان يطبق. شنو اللي اختلف هالسنة سيد شاكر؟ تحياتي لك أخوي العزيز وكل إخوان مشاهدي قناة الشرقية. يعني أنا أعتقد قبل يوم التنسيقي يعني قبل اللقاء التنسيقي كان هناك لقاء مع الاتحاد اجتماع في سبيل الخروج بسرعة لشكل الدوري. طيب. وخرجنا أنه ضفنا 2 وصاروا 28 وصاروا 28 ومن ثم مجموعتين، واقترحنا كنادي زوراء ومشى هذا الاقتراح أنه إحنا الـ 14-14 يلعبون مجموعتين، وبالتالي يصعد من عندهم 4-4 ويلعبون دوري، وهذا الدوري ممكن أن يكون للفائز بيكون هو بطل الدوري. الاتحاد طبعا اخذ بهذا الراي وعلى اساس مشينا به، وان ثاني يوم هو يصير القرعه في هذا الموضوع. ما صار هذا الشيء، صارت اكو اختلافات في وجهات النظر ما بين اعضاء الاتحاد نفسهم، ما بين النائب الاول وايضا ابو رئيس لجنه المسابقه السيد علي جبار. رجعوا انه اصرار السيد رئيس لجنه المسابقات انه لا زال لم يمضي بهذا الطريق، انه 26 يجب ان نرجع الى 20 فريق، وهو كان مقترحنا الاساسي في هذا الموضوع انه يكون 20 فريق وال 20 فريق دول يلعبون دوري عام، ممكن ان بدون تأجيلات ممكن ان ينتهي. طيب. احنا اصرارنا في هذا الموضوع يجب ان نعطي، صحيح الاتحاد هو المسؤول عن تنظيم المسابقه، بس اعتقد هذه المره الانديه اعتقد كلامها راح يكون كلام الى وقع كبير في هذه في هذا الموضوع بالذات. احنا مو يعني الانديه الباقيه انه صعدوا وهذا، بس اعتقد مساله تصعيد الانديه بهذا الشكل العشوائي ايضا مو صحيح. تمام. يعني انت اذا انت شنو قيمه يعني صعودك وقيمة صرفك للمبالغ إذا يجري الاتحاد بشخصة القلم ويبعد يصعد 1 و2 و3 وأنت تبذل الجهد وتبذل المال وتبذل كل شيء في سبيل أن تبقى في مظلة الدوري. أعتقد أيضا شكل المسابقة راح يكون شكل يعني غير جيد وغير جميل، راح تصير بمسابقة يعني شلون نقول فرق شعبية. إذا لا يعني إصرارنا إحنا على أن تكون المرحلة القادمة 20 فريق وبدوري عام، حتى نعطي ايضا لشكل الدوري العراقي هيبه معينه، يعني صراحه هذول ال 20 فريق صعدوا باستحقاق عالي جدا، يجب ان يلعبون دول ال 20 فريق مع احترامنا لكل اخوتنا الباقين. صحيح يعني وقع عليهم ظلم كبير من داعش وغير داعش، بس انا اعتقد هاي مسابقه لكره القدم، لا يعني نبحث اكثر من عدها. سيد شاكر تشوف التهديد الجماعي بالانسحاب، يعني تابعنا كلام السيد اياد بنيان رئيس نادي الشرطه يوم امس ب يعني على مواقع التواصل الاجتماعي، تابعنا كلام الكابتن فلاح حسن، اداره نادي القوه الجويه السيد وليد الزيدي، اداره نادي اماره بغداد، تحدثوا عن تهديد، يعني الكل قال جاب سيره التهديد بالانسحاب من الدوري وعدم المشاركه به اذا ما عدنا لنظام المجموعات والاصرار على الدوري العام. اكو اليه قانونيه تجيز لهذه الفرق انه تهدد بالانسحاب او تنسحب، ما تلعب اصلا، وتشوف الانديه فعلا مصره على هذا الراي، ذاهبه باتجاه الانسحاب اذا ما اصر بعض اعضاء الاتحاد على اقامه دوري من مجموعتين ب 26 فريق؟ لا، هو كغطاء قانوني انت ما عندك غطاء قانوني، بس انت ممكن انت تنسحب من المشاركه، واعتقد اذا انسحبت انت كزوراء وجويه وشرطه وطلبه والباقين وياك 1 أو 2 شكل المسابقه راح يكون ما له وجود.
حتى لو يضيفون مج فريق بعد. زي. انا اعتقد يعني هي هاي الوسائل وسائل يعني في سبيل تقويم عمل الاتحاد. انا اعتقد احنا كل يعني وسيله ضغط بس سيد شاكر، يعني وسيله ضغط بس. لا دا اقول فيها سعد عزيزي، نعم دا اقول هاي كلها الوسائل اللي بدنا نستخدمها كلها وسائل حقيقيه، وهذه المره يجب ان يكون للانديه يعني راي وراي ملزم للاتحاد في هذا الموضوع، لانه هو مو عمليه يعني لوي اذرع، انا الوي ذراع الاتحاد او الاتحاد الوي ذراع الانديه. انا اعتقد هي لتصحيح مسار يعني مسابقه كره القدم في العراق، وايضا تصحيح لكل العمليه اللي يقوم بها بعض من اعضاء الاتحاد. خليهم يفكرون ايضا كثيرا في هذا الموضوع، ان شكل المسابقه القادم يجب ان يكون بالشكل اللي اقترحته الانديه، لانه الاقتراح اللي طرحته الانديه اقتراح عملي واقتراح ايضا ممكن ان يفيد المسابقه. سيد شاكر، الاتحاد سيد شاكر، اجتماعكم التنسيقي يوم امس مثل كل الأندية التي من المفروض أن تلعب بالدوري الممتاز، يعني البارحة 12 نادي حضر صحيح؟ نعم صحيح، 12 نادي حضر المؤتمر التنسيقي، والأرقام تتحدث عن 20 فريق أو 26 فريق، فيعني الآلية راح تكون تصويت، راح تصوتون على موضوع الدوري. يعني هل هذا الرأي ال 12 نادي هو رأي كل الأندية؟ أكو أندية ما حضرت وابدت يعني موافقتها على اللي يطرح بالاجتماع، هل ال 12 نادي يمثلون كل الدوري العراقي؟ يعني انا اعتقد الانديه ال 12 او ال 13 اضافه الى 12 اضافه الى نقطه الجنوب، هم يمثلون انا اعتقد الفرق المقدمه في الدوري. زين. الفرق الباقيه تبحث عن حاله انه هي تلعب بمجموعتين ب 26 او 28 فريق، إضافة إلى حتى يريد يناقشوا مسألة نزول الفريق إنه واحد واحد منا. طيب. وأعتقد هذه الفرق يعني أعتقدها فرق يعني مو جماهيرية، ما نقول عليها ضعيفة، الفرق نقول الباية الثانية مال الفرق الدوري. أنا أعتقد هذه الفرق المقدمة اللي هي أنا قلت لك بها الجوية، الزوراء، يعني الطلبة، الشرطة، حتى صناعات الكهرباء اللي صعد حديثا، اللي صعد الاستحقاق، أيضا دولة طالبوا بهذا الموضوع أنه يكون يجب أن يكون دوري ودوري عام، ويجب أن يكون 20 فريق. يعني أنا أعتقد الإخوان الباقين ينظرون لمسألة ثانية في هذه القضية، ليس لمسألة دوري، وإنما يعتقدون أنه هذا الموضوع موضوع انتخابي، وأنا على يقين وقناعة في هذا الشيء، أنه مناغات الآخرين بهذا الشكل مو صحيحة طبعا من بعض رؤساء الأندية، مع الأسف أنه يستخدمون المسابقة لأغراض انتخابية قادمة طبعا. أكيد. وأعتقد هذا من دخلة الانتخابات في مسألة المسابقة راح تخربها. طيب سيد شاكر، أنتم كإدارة نادي الزوراء طرف في مباراة السوبر مع الجوية. نعم. وإحنا ولو يعني عادي عندنا كلش اليوم نبلغ مباراة وباكر تلغي، لكن يعني كإجراء اليوم إحنا 13 بالشهر، واللعبة المفروض يوم 18 أو 17، يعني والله هم ما نعرف، اجاكم تبليغ رسمي من لجنه المسابقات بموعد المباراه، بمكانها، ساعتها، اسبوع الجاي المباراه، ما ظل عليها هوايه. هو احنا ليش نقول دائما على الاتحاد يجب ان يوزع اجنده الموسم القادم؟ زين. في سبيل ان يكون عمله منظم، ودائما ما نحشيها بالاعلام، وكثيرا يا جنابك الكريم حشينا هذا الموضوع. بس انا اعتقد يعني انت من تنتقد عمل غير منظم، الاخرين يصدوا لك يقول لك لا تحشي علينا احنا كشخوص، احنا وبلغنا بكأس السوبر اللي هي أعتقدها أيضا اقتراح من أحد الأشخاص خارج الاتحاد، أن تكون يوم 17 وجانا كتاب رسمي بها على ملعب الشعب. هسه المفروض يصير تنسيق ما بين الاتحاد وما بين الوزارة، أنه ملعب الشعب يجب أن يكون جاهز هو يوم 15 المفروض يكون، صح؟ طيب صحيح، حتى تقدر تلعب مباراتك يوم 17. صحيح. هم ايضا قدموها قالوا لا يوم 16، وايضا ما اجانا شيء بها رسمي. فانا اعتقد هاي التخبطات الموجوده بالاتحاد اعتقدها ايضا يجب ان ينظر لها مستقبلا، يجب ان تكون اجنده واضحه لدى الاتحاد في المسابقه في الشكل لشكل الدوري للموسم القادم. واعتقد ايضا احد الاخوان الموجودين عندنا استاذ كريم مدير الفريق ممكن انا ايضا يعني اتصل برئيس لجنه المسابقات وقال المباراه راح تكون يوم 16 وراح تكون في ملعب الشعب. اليوم اتصلنا
يقولون ملعب الشعب غير جاهز. فاحنا مثلك يا استاذي العزيز، انت ايضا حاير ما تدري وين المباراه، واحنا ايضا كطرف اساسي في المباراه احنا والجوي، حتى الجوي ما يدرون ترى. احنا ايضا اقترحنا يجب ان يكون ايراد مالي، لا زال احنا بنتعامل باحترافيه ايضا، وانا اعتقد احترافيه غير منظمه، يجب ان يكون ريع المباراه هذا المن يجب ان يكون للناديين اضافه الى الـ الـ الاخوان اللي موجودين في وزاره الشباب والرياضه. صحيح. ويجب ايضا نعطي من عنده قسم الى الاتحاد في سبيل تنظيم هذه المسابقه، لانه ايضا حكام ومشرفين وغيره. يعني اذا صارت المباراه اليوم بلغنا بشكل غير رسمي عبر وسائل، يعني نعتقدها وسائل غير رسمية اعلام، يعني مجرد وسائل ما معتمده لحد هذه اللحظه، ان مباراتكم القادمه راح تكون كاس السوبر يوم 16 في ملعب كربلاء. زين، احنا تعرف فريق جماهيري ويذهب قبل يوم ومبيت بالفندق، وايضا اجور مصاريف فندق، واجور ايضا عجله، وايضا جمهور، وكل هاي المفروض ايضا ينظرون بعين الاعتبار، المفروض ايضا يجينا ايراد معين من هذه المباراه، والا يعني ولو هي رايحه كلها انا اعتقدها، حتى مساله جائزه الدوري اللي حكينا بها هوايه في هذا الموضوع وما اجت. فهذا كل التخبط وكل هذا العمل يقع على رأس الاتحاد طبعا، اللي ما ننظم أموره بشكل صحيح وبشكل يعني حقيقي لمسابقة ممكن أن تكون شكلها جيد. طيب، من المفروض باكر يعني بكربلاء أكو اجتماع للاتحاد بمجلس إدارته بالكامل للخروج بصيغة الدوري وإقرارها، لأن باكر 14 الشهر واسبوع الجاي الافتتاح. يعني ما اعرف اذا صح السؤال ولا لا، هل فعلا الاتحاد باكر راح يحسم الموضوع؟ انتم كاداره نادي الزوراء وايضا كقريبين وجزء من هذه العمليه وهذه المنظومه، تمتلكون الثقه باتحاد كره القدم انه باكر راح يطلع ورا الاجتماع يقول دورينا 20 فريق او دورينا مجاميع؟ هو انا قلت لك نمتلك او ما نمتلك هذا شيء نسبي طبعا. انا اعتقد عليهم مسؤوليه، يعني هم ما معقوله ما يفكرون بهذا المستوى العالي، انه ايضا هم في حكم المسؤوليه كرئيس واعضاء اتحاد. ما معقوله الدوري يوم 20 وهم ما مفكرين لحد هاي اللحظه ان ايش قد راح يكون شكل الدوري عام، ايش قد ايش كم عايد، يجب ان يحسم يوم غد. طيب. والا ما عندهم فرصه ثانيه، والا انا انصحهم يعني نصيحه اخويه، ان يتركون الاتحاد ونعمل ايضا لجنه مصغره بالاتحاد، ممكن ان ندير شؤون الاتحاد، وممكن ان ننظم مسابقه جيده جدا ومن خلال الخبرات الموجوده بكل الموجودين. انا اعتقد عليهم مسؤوليه، يجب ان يقدرون حجم المسؤوليه اللي عليهم، لانه ليس فرق متباريه فقط، وانما ايضا جماهير واسعه عاشقه لكره القدم. اكيد. كل الشكر الجزيل لك سيد شاكر الجبوري امين سر الهيئه الاداريه لنادي الزوراء على حضورك و تواجدك. يعني السيد علي جبار رئيس لجنة المسابقات اتصلنا به وقاعد بملعب كربلاء يعني مع الجمهور، احنا عندنا موعد وياه وعندنا اتفاق وياه على الظهور ويانا بالتليفون، لكن يقول الصوت عالي وانا ما دا اسمع شيء. الان ساعه يعني 5:30 و يعني بعد نص ساعه على المباراه، الله اعلم. احنا دائما يا سيد علي نفرض حسن النية، أنت قلت لنا أنا أطلع وياكم وقلت لنا أني راح أكون بالملعب، أكو صعوبة، لكن السيد المخرج يعني إذا يحكي وياه هو إذا يسمع الصوت بشكل جيد ويرجع يقول له أنا ما أسمعك. على كل الله أعلم، راح نحاول أنه نتواصل معه ونصل معه. السيد علي جبار أكو أمور مهمة لازم توضحها لجنة المسابقات، والسيد باسم جمال أيضا دا نحاول نتصل به نائب رئيس لجنة المسابقات، تليفوناته مغلقة عسى المانع خير. تقرير آخر، اتحاد كرة القدم أمام مسؤولية مهمة جدا لوضع آلية وثوابت تنظم الدوري العراقي. نتابع. الاستماع إلى الرأي الآخر من قبل اتحاد كرة القدم يعتبر شيئا ديمقراطيا، وفيه شيء من العدالة أيضا للأندية المشاركة في الدوري الممتاز عبر لجنة المسابقات، لكن الأخيرة غابت في الرأي والحضور وتركت القرارات في كل الأمور وانسحبت من موقعها السيادي والمؤثر، تاركة المجال للأندية بشكل لم يبقي لها أي دور. ف
فلماذا لم تأخذ قرارها بدراسة وتأني وتنظر في كل المقترحات قبل الظهور إلى وسائل الإعلام في مؤتمر قرعة الدوري والذي كان بمثابة القشة التي قصم ظهر المسابقة المحلية وكشف عن مدى الخلافات داخل الاتحاد والضغوطات التي يمارسها بعض أعضاء مجلس الاتحاد على البعض الآخر مما قسم الأندية إلى قسمين بين من يؤيد جزءا من الاتحاد حول تقليص الفرق وإقامة الدوري بنظامه العام وبين من يطالب بمشاركة عدد أكبر وبنظام المجموعات وكل ذلك تتحمله لجنة المسابقات والتي عليها أن تكون شجاعة أكثر وتتخذ قرارها النهائي دون ترك الأمور بهذه الطريقة والتي تدلل على غياب المركزية للجنة بصورة خاصة والاتحاد كرة القدم بصورة عامة. رأي مهم ومتابع بالتأكيد لهذا رأي الإعلام للموقف الآن بالدوري العراقي، رأي الإعلام مهم عبر السيد جعفر العلاوتشي الصحفي الرياضي اللي دائما يسعدنا تواجده ويانا باللاعب 12. سيد جعفر قريب أنت من الوضع وعايش الوضع وبنصف بوسط هذه الدوامة عفوا، الحديث الأبرز عن تهديد موحد وجماعي للأندية بالانسحاب من الدوري العراقي إذا ما طبق نظام الدوري العام من 20 فريق. تشوف الأندية أولا قادرة وجادة بتنفيذ هذا التهديد، تهديد الانسحاب من الدوري العراقي؟ لو بعدين راح تتميع القضية وبوس عمك بوس خالك الخاطر فلان الخاطر علان، نرجع نلقى أنديتنا مثل قبل يلعبون مجموعتين و26 فريق. مساء الخير عليك. مساء النور. يعني وعلى برنامج وكادر لاعبي لاعب 12. الله يخليك. حقيقة يعني انه المفاجأة في هذا الحديث هو اطلاق التصريحات النارية من قبل بعض رؤساء الهيئات الإدارية حول التهديدات بالانسحاب وأمور كثيرة لا تصب في مصلحة الكرة العراقية ولا تصب في مصلحة مسابقة الدوري. الموضوع المهم في هذه القضية أستاذ ريان والجمهور يعرفه أنه التخبط اللي يعني حصل من قبل لجنة المسابقات في اتحاد الكرة وعدم حسمها لهذا الموضوع المهم. القرارات كانت يعني كثيرة في عمل يعني آلية الدوري ومرة تعرف مرة 26 ومرة 28 وأخيرا شمر يعني نقول رمى الحجر السيد علي جبار في الماء الصافي ليخبط الدائرة نهائيا حول عودة إلى 20 فريق. طيب. هذا الموضوع تلاقفه البعض من قبل رؤساء الهيئات الإدارية. الصراحة أنه كان سابقا لا يوجد هناك اعتراف والدليل أنه الاجتماع الأخير اللي حصل في اتحاد الكرة وأيضا بموافقة الجميع على صعود نادي الموصل والناصرية ليصبح الدوري 28 فريق. يعني تستغرب من هذه التصرفات مرة مع زيادة الدوري مرة مع عودة إلى بعد أن أطلق البالون السيد علي جبار وخلط الأمور بالعودة إلى 20 فريق وتمسكهم بهذه هذا العدد. الموضوع لا يستحق مثل هكذا تشنجات مثل هكذا تصريحات نارية من قبل البعض. أعتقد أنه الحوار يؤدي إلى نتائج مهمة والوصول إلى نتيجة تصب في مصلحة الجميع. قرارات اتحاد الكرة يجب احترامها وعلى حتى لو كانت ضد مصلحة الأندية ومصلحة الدوري. هو الاتحاد إلى حد الآن الاتحاد ما عنده موقف موحد. بعض أعضاء الاتحاد حسب اللي عرفناه من رئيس الاتحاد ونائبه يريدون دوري مجاميع، النائب الثاني رئيس لجنة المسابقات يريد دوري عام. يعني إلى حد الآن هو الاتحاد نفسه منقسم على وضعية الدوري. أستاذ بيان حبيبي الموضوع أنه
الموضوع. نعم سيد جعفر. يعني الاجتماع الاتحاد الاخير وقراره أيه؟ بالموافقه على 26 فريق أيه؟ اعتقد يعني القرار اصبح ملزما بالخلين ووافق عليه جميع الانديه. بعدها حدث التصويت في اجتماع لجنه المسابقات مع رؤساء الانديه واصبح 28 فريق. المهم انه في هذا الموضوع احنا نسعى جميعا الى ايجاد زيان. دوري محترم، دوري يصب في تطور وخدمه الكره العراقيه ويصب في مصلحتها اولا واخيرا. لكن لماذا هذا التناقض من قبل رؤساء الانديه؟ مره مع 26، مره مع 28، واخيرا يعودون الى 26. الموضوع انه لم هم حقيقه لم يحسموا امرهم، والدليل الاجتماع يوم امس ايضا كانت هناك انشقاقات وايضا لم يجمعوا على راي واحد وموافقه 12 نادي على ان يكون زين. الدوري سيد جعفر فريق. سيد جعفر اتمنى تبقى ويانا. خلينا ايضا عبر التليفون انا اشكرك السيد سعد مالح عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم على الهواء ويانا وشاف البرنامج وبالتأكيد يعني يتابع وبكل شجاعة بدون اتفاق مسبق. الآن هو ظاهر معنا على الهواء يمثل رأي اتحاد كرة القدم بخصوص هذا الموضوع. سيد سعد أشكرك مرة ثانية. واليوم أنتم كاتحاد كرة قدم بعد أقل من 24 ساعة يمكن راح تقررون شكل الدوري، لأن المفروض باكر عندكم اجتماع بكربلة وتحكون بهذا الموضوع وتقررون شكل الدوري. بهذه ال 24 ساعة اكو متغيرات لو اخذتوا موقف ثابت على شكل ونظام الدوري الموسم الجاي؟ تحياتي لك استاذ زياد. شكرا استاذ سعد. شكرا كبير استاذ جعفر علوتشي والى الاخ شاكر كان متحدثكم مشاهدي قناه الصقيف. بسم الله الرحمن الرحيم. اكيد يعني الان احنا شفنا الانديه اجتمعنا ومن ضمنهم ايضا نادي الحدود كان مجتمع. الان اغلب الاعضاء حقيقه وبعد الاتصالات اللي جرت الان ماشيين يعني مع ال 20 فريق الا البعض. يعني تعرف هذا الاجتماع راح يكون يوم احد في مقر اتحاد كره القدم اعتقد وليس في كربلاء. زين. انا كعضو اتحاد تحدثت انا مع ال 20 من اول يوم، ولما صار 26 يمكن كنا قاعدين قلنا شو المشكله اذا 26 او 28 هو راح يكون الدوري يعني صاعده فرق بدون استحقاق. يعني كان هذا كلامنا واضح يعني من اول يوم طلعت انا وظهرت في الاعلام. أثناء في أول اجتماع قبل ما يسمون 26 كرة تنصر على 20، وهذا ما أكد الأخ يمكن رئيس لجنة المسابقات في أحد الاجتماع الأندية كان الوحيد كان معترض الأخ سعد مالح. طبعا أنا أرجع وأقول أنه إحنا كان عندنا قرار مسبق أنه نزول فريقين وصعود فريقين، وأعتقد أنه هذا القرار ما ألغي إلا بعد أن صعود الست فرق اللي كانت اثنين مستحقة وأربعة غير مستحقة للصعود. الان اغلب الاعضاء ماشيين باتجاه ال 20 فريق، اكيد احنا نحترم رؤساء الانديه، الانديه عزيزه علينا، كل هذه الانديه محترمه ويطالبون باستحقاقهم يعني. يعني باكر راح يكون اكو تصويت سيد سعد؟ نعم باكر نعم. بالاجتماع راح تكون اكو راح يكون اكو تصويت مباشر لو مناقشه للاليه، انتم بيناتكم اعضاء الاتحاد، مجلس الاداره الاتحاد، راح تقعدون تصوتون على اليه الدوري؟ اكو هل الفريقين أكيد بعدهم أكيد موجودين؟ أكيد يعني اكو أكيد بعد فريق يريد اكو بعد فريق من الاتحاد يريد دوري مجاميع؟ لا هسه احنا عفنا من دوري مجاميع، الان مشكلتنا ال 20 فريق، هذا بعدين تحدد الاليه المسابقات، اما يكون مجموعتين الدوري او مجموعه واحده اكيد الانديه ما يمكن ما بترضى على هذا الشيء. زين. يعني حسب ظروف الوقت، يعني اذا يسمح الوقت يكون دوري عام واتفقنا وانضغط الدوري العام في كل خمس مباريات والانديه وافقت ما عندنا مشكله بدون تاجيلات، هذا ما يعني يفسد القضيه. مشكلتنا الان في صعود الفرق بدون استحقاق وبعض الفرق اللي صعدت بدون استحقاق والبعض يطالب صعود، هذا حق شرعي يقول لك صعدت 26 و28 من حقي انا كمحافظه يصعد 36. هذا يودينا الى المجهول حقيقه. الان احنا كاغلب الاعضاء بعد الاتصالات اللي حصلت البعض يعني الاغلبيه خلينا نقول ماشيين باتجاه ال 20، هذا ما سمعته من خلال الاتصالات والتليفون. طيب. اما ما يحصل داخل القاعه قاعه الاجتماعات واتحاد كره القدم اكيد يعني انا احكي امام الاعلام اي واحد راح يصوت راح اطلع واقول فم يعني مالي يعني خلينا نقول انه هذا صوت باتجاه 19 هذا ال 20 لان هاي رغبه الان احنا ما نريد باكر سيد سعد باكر هذه دعوه من اللاعب 12 تكون ويانا عبر التليفون و ان شاء الله ان شاء الله يعني تبلغنا يعني بكل تفاصيل ان شاء الله ال 20 وهذا بكل التفاصيل بس اريدك سيد سعد اريدك تكون واضح وتنفذ وعدك وتعهدك امام الشارع الرياضي الان يسمعك.
باكر تقول لنا كامل صغير باكر انت تقول لنا يعني لا جامل ولا عدي مصلحه باكر بالاسماء تقول فلان صوت للدوري وفلان صوت للمجاميع يعني اتكلم كل شجاعه ما يهمني يريد يزعل خلي يزعل اكيد مكان سمر راح اتكلم انا اكيد فان شاء الله ان شاء الله هذا ما راح يحصل اكيد الكل والاغلبيه راح تكون باتجاه العشرين الانديه تهدد بالانسحاب اذا ما صار دوري مجاميع ودي يجتمعون لمناقشة هذا الأمر اجتماع تنسيقي يوم أمس آلية هذا الاجتماع هل هي قانونية يعني شرعية الأندية في حالة إقامة دوري خاص بها تشوف هذا كلام واقعي منطقي سيد سعد أكيد من حق الأندية تقول لك تستعدوا فرق بدون استحقاق من ضمن السجود يعني اللي هو كان حاضر بالاجتماع ممثلنا أمين السر الآن إحنا علينا كأندية أن نعم أنا أتكلم في عضو الاتحاد ترجع نعم. الأندية عليها تقوى لأن قوة الأندية من قوة تحت كرة القدم قوة تحت كرة القدم من قوة الأندية الأندية أعتقد أنه حق يقول لك أنا صارت ملايين ومليارات وداخل بالمنافسة ويجي فريق يعني مداخل بالمنافسة يصعد أما تصعد كل هذه الفرق وموافقة الأندية وهذا حق شرعي يعني حتى يعني تصرف الأندية قانوني تصرف الأندية قانوني نعم بالاجتماع قانوني والتنسيق إحنا خالفنا اللائحة فهم كيف يعني إذا عندك كاتحاد كرة القدم إحنا خالفنا اللائحة اللي نصت إنه صعود فرقة ونزول فرقة كيف الأندية تجي تحاسب أندية اتحاد كرة القدم الجهة العليا فأكيد يعني اجتماعهم قانوني طيب. وقراراتهم قانونية 100% طيب خلينا أشكرك سيد سعد مالح انتظرك باكر بالاتصال المباشر إن شاء الله لمتابعة الموضوع أرجع لك سيد جعفر آسف جدا لكن يعني إحنا على الهواء وسيد جعفر سيد سعد مالح طلب انه يكون ويانا لتوضيح وجهه نظر الاتحاد على اعتبار انه السيد علي جبار كنا متفقين وياه وما يقدر يرد علينا لانه بالملعب و يعني شبكه الاتصال ضعيفه فاعتذر منك سيد جعفر وارجع لك سيد جعفر الاختلاف على اليه الدوري كشف عن تكتلات انتخابيه من قبل الانديه هذا راح يرجعنا الى قلق انه هذه الانديه ممكن ان تتنازل عن مشاريعها وعن تصريحاتها وعن حضورها من اجل مصالح انتخابيه. يعني استاذ فيان انا قبل ما اجيبك على هذا السؤال انه تحيه طبعا للكابتن سعد مالح اكيد قبل قليل يعني قبل ساعه من البرنامج كان عندي اتصال مع السيد عبد الخالق مسعود نعم وسألت حول هذا الموضوع يعني كيف الأمور سوف تكون يعني صراحة أنا جابني قال لي أنا قبل قليل لقيت اتصال من ناديا السيمانية وأربيد أنه سيرفعون شكوى للاتحاد الدولي في حالة إبعادهم عن الدوري يعني بما معنى أنه الاتحاد الكرة وضع نفسه في ما سألت شنو أساس شكواهم أربيد منسحب من الدوري وسليمانية أيضا أنهم استندوا على قرار الاتحاد قرار الاتحاد خلي اسمعونا الأخوة بسليمانية وأربيل سيد جعفر إذا تسمح لي أخذ منك نص دقيقة قرار الاتحاد خلي اسمعونا الأخوة دكتور عبد الله وأيضا رئاسة نادي سليمانية قرار الاتحاد أولا ما صدر بشكل رسمي ولا هو قانون خرق اتحاد كرة القدم هذا بند أو نظام يمكن أن يعدل بأي طريقة يراها اتحاد كرة القدم ولجنة المسابقات تمام ولا لا؟ هي صحيح وياك بس السبب انه الاستعدادات والمعسكرات والصرفيات هذا مو عذر يعني هو هذا اللي يعني انه الأندية صرفت ومو فقط يعني فقط الأربيل والسليمان هناك الكوفة وهناك الموصل والناصرية يعني أندية صرفت احنا اولا واخيرا مع دوري قوي قوي ودوري يصب في مصلحه الكره العراقيه وفي تطورها ونهوضها وتقدمها هذه اولا واخيرا اعود الى يعني سؤالك استاذ ديان الموضوع انه تعرف ان كانت هناك تكتلات في هذا الجانب واعتقد انه الوقت مبكرا حول هذا الموضوع ولا يصب حاليا لصالح يعني الاطراف الاخرى انه تبدا العمليه المناورات وعمليه ايصال الرسائل الاخرى بطرق مختلفه هذه اعتقد انه لا يعني لها صدى ذاك الصدى حاليا في الوسط الكروي اعتقد لا زال الوقت مبكرا حول هذا هكذا حديث
وبعيد عن الواقع. عن زين عن الواقع. خليني نعم. خليني اسالك شويه سؤال اخير وعام، باكر راح تفضله ولا شلون باكر راح تفضله ولا؟ والله استاذ ديان يعني حقيقه هناك يعني بعض اعضاء الاتحاد مع الانديه اللي يعني كان يعني يقول 26 زين. لكن حاليا يعني انا استطلاعاتي وبعض الشخصيات اللي اتصلت بيها مع يعني الاغلبيه مع 20 فريق يعني دوري عام او 20 فريق، وهذا اللي يعني اللي وصلت له قبل يعني دقائق من البرنامج. طيب كل الشكر الجزيل لك السيد جعفر العلاوتشي الصحفي الرياضي، شكر للسيد سعد مالح اللي يعني دخل معانا على الهواء هو شايفنا، ايضا شكر للسيد شاكر جبور امين سر الاداري نادي الزوراء، والاعتذار للسيد محمد فرحان ممثل نادي امانه بغداد لان الوقت يعني انتهى، اعتذر منك والبرنامج برنامجك والقناه قناتك، احنا نعتذر اي وقت انت تحب تكون معانا تشرفنا بالتاكيد، هذا شيء يزيدنا يعني شرف انه حضرتك تكون موجود ويانا رغم انه هو رايك مهم جدا 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 لان نادي امانه بغداد من الانديه اللي طالب بدوري المجموعات، وبالتاكيد هذا لازم ايضا يعني نسمع رايهم ونسمع فكرهم على هذا الموضوع، راي مهم جدا، فخلينا اعتذر من عندك وباكر ايضا احنا بعد البرنامج راح نرجع نتصل بحضرتك حتى اذا تحب تكون موجود ويانا بحلقه يوم غد، لان اكيد حلقه يوم غد مهمه وضروريه لمتابعه اجتماع كربلاء. اللي نريد نقوله يا اخواننا اعضاء اتحاد كره القدم ويا انديتنا، دائما نرجع ونقول النادي ورئيسه واعضائه واتحاد كره القدم ورؤسائها ورئيسه واعضائه ونوابه، اذا تريدون تبقون بمناصبكم رئيس نادي، عضو هيئه اداريه، رئيس اتحاد، عضو اتحاد، نائب، اعملوا لكره القدم العراقيه واعملوا لمصلحة منتخباتنا الوطنية ولمصلحة نجاح كرة القدم العراقية، لأن النجاح هو اللي راح يبقيك إلى منصبك. ما أعرف كلامي صح أو غلط، اللي يسمعني اليوم يقول ما يعرف المؤامرات اللي تحت الطاولة وما يعرف كسب الأصوات بالطرق الشرعية وغير الشرعية، لكن احنا ما نعرف نقول إلا هيك. يوم اللي راح نمسك دليل بيدينا أكيد راح نطلع نحكي به. شكرا جزيلا لكل من كان ويانا، سيد سعد مالح عضو اتحاد كرة القدم، سيد جعفر العلوتشي الصحفي الرياضي، سيد شاكر جبوري امين سر الاداري نادي الزوراء، والاعتذار للسيد محمد فرحان ممثل نادي امانه بغداد. نشوفكم باكر ان شاء الله، الى اللقاء.